أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بأن مدينة شرق الحد تشهد استعدادات مكثفة لبدء تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع التي أطلق عليها حي بوشاهين على المواطنين المستفيدين، حيث من المقرر أن تشرع إدارة الخدمات الإسكانية مع نهاية الشهر المقبل وبداية شهر فبراير المقبل في إجراء تسليم عقود الانتفاع بالوحدات وفقا للجدول الزمني المعد لتوزيع 5000 وحدة سكنية التي أمر بها سمو ولي العهد الذي تعكف الوزارة على تنفيذه حاليا. وقال وزير الإسكان خلال جولة تفقدية في مدينة شرق الحدة إن حي بوشاهين المزمع تسليمه يتكون من 885 وحدة سكنية، وقد اكتملت نسب الإنجاز في 487 وحدة فعليا، فيما تشهد نسب الإنجاز في 398 وحدة أخرى مراحل متقدمة للغاية، مشيرا إلى اكتمال نسب الإنجاز في أعمال البنية التحتية الخاصة بوحدات هذا الحي بنسبة 100%. وقال الوزير إن استعداد تسليم وحدات المرحلة الأولى من المشروع يأتي بعد أسابيع قليلة من إنهاء الوزارة إجراءات تسليم القسائم السكنية التي تقع في حي أم الشجر التي يبلغ عددها الإجمالي 496 قسيمة، حيث كانت الوزارة قد شرعت في تسليم العقود ومعاينة المستفيدين لمواقع قسائمهم وتزويدهم بالإرشادات الفنية والقانونية اللازمة تمهيدا لبدء بشروعهم في البناء، منوها أن تسليم القسائم والوحدات يتم وفق خطة التشغيل التدريجي للمدينة الإسكانية الجديدة.